بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شكرا لكل من دعا لي بالشفاء، وصلى جل وعلا أن يبارك فيكم وأن يشفي جميع مرضى المسلمين. أنا مريت على حديث لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا حبيت أن أنا يعني أبشركم به يعني و يعني نقرأه سويا، يمكن واحد فينا يستفيد ويعمل بمقتضاه ويكون من الناجين يوم القيامة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أنا عايزك يعني تعي لكل كلمة قالها سيدنا النبي في هذا الحديث. يقول: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. القرآن يشفع لأصحابه يوم القيامة. ممكن واحد يقول لك: لا، ده أنا القرآن كتير عليا، يعني أنا عايز حاجة أصغر من كده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا الزهراوين. الزهراوين اللي هي البقرة وآل عمران، وسميت بالزهراوين لأنهما مزهرتين منيرتين تنير قلب كل مسلم يقرأهما، وتزيل عنه ظلمة الشرك والكفر، فهي تنير القلوب وهي نور من الله سبحانه وتعالى. قال: يقرأ الزهراوين فإنهما تأتيان يوم القيامة. ده الشاهد من الحديث اللي عايزك أنت تركز فيه. يوم القيامة تدنو الشمس من الرؤوس ويتصبب الناس عرقا، وبعدين يجي واحد كده تلاقيه مستظل بظل سحابة، في سحابة كده مغطياه، وبرد السحابة ده بينزل عليه والناس عمالة تبص له: هو مين ده؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإنهما تأتيان يوم القيامة، اللي هي إيه؟ البقرة وآل عمران، كأنهما غمامتان، سحابتان كثيفتان، غمامتان أو غيايتان، سحابتان قريبتان من بعضهما، أو فرقان من طير صواف. تخيل كده، يعني صف من الطير الكثير جدا باسط الأجنحة بتاعته جنب بعض كده علشان ما تعديش أشعة الشمس على صاحب البقرة وآل عمران. ومش بس كده كمان، يعني هي مش هتظل، هو يستظل بظلهم ويبقى ميزة ليوم القيامة، ومعروف إن ده صاحب البقرة وآل عمران. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة، أي تدافعان عنه بالحجة أو عنهم بالحجة. يبقى تقول: هذا كان يقرأ القرآن، كان يعمل بمقتضى هذا القرآن. وفي حديث آخر، عشان الموضوع ده مقيد بكلمة مهمة جدا، في حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالقرآن وأهلي الذين كانوا يعملون به. يعني الموضوع مش موضوع قراءة فقط ولا ترتيل فقط، وإن كان الكلام ده كله يدخل في معنى كلمة اقرأوا الزهراوين، ولكن العمل بمقتضى الآيات. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عظم من شأن سورة البقرة وآل عمران، فقال: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة، يعني زيادة ونماء، وتركها حسرة، يعني اللي بيترك سورة البقرة ده حسرة عنده، يعني هو فاقد أشياء كثيرة جدا. قال: ولا تستطيعها البطلة. البطلة اللي هم السحرة لا يستطيعون أن يدخلوا لا قلبا ولا بيتا يقرأ سورة البقرة. يبقى اللي بيقرأ سورة البقرة لا يدخل بيته ولا قلبه، ها، ثلاثة أيام، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الشيطان أو ما يفعله السحرة. كان الصحابة يقولون: إذا قرأ الرجل منا سورة البقرة جد فينا. جد فينا يعني عظم، أصبح لي مكانة وأصبح لي يعني قدر عند الصحابة. في صحيح ابن ماجه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اسم الله الأعظم في ثلاث سور، وذكر سورة البقرة وآل عمران وطه. وبعض العلماء يعني جعل يبحث في هذا الأمر، فوجد أن الثلاث آيات موجود فيها كلمة الحي القيوم، فقالوا أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم. سورة البقرة فيها آية الكرسي. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أبي بن كعب، اللي هو من أعظم الصحابة حفظا وأتقنهم حفظا لكتاب الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال أبي: أو سماني ربي؟ شوف العظمة وقدر سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه. يقول أبي بن كعب، النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله: أي آية أعظم في كتاب الله؟ فقال أبي بن كعب رضي الله عنه:
الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فضرب في صدري وقال ليهلك العلم أبا المنذر. فأعظم آية في كتاب الله في سورة البقرة. يبقى يا أحباب، لا أحد فينا يغفل أبدا عن سورة البقرة وآل عمران. معلش هو الجو حر النهاردة، فمن النهاردة إن شاء الله هنبدأ في حفظ سورة البقرة وآل عمران. ليه؟ علشان تظهر لنا الصحابة يوم القيامة، ونعمل بمقتضاهما. ليه؟ علشان تحجان عنا يوم القيامة إن شاء الله رب العالمين. جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم، وإن كنت أنت استفدت حاجة من الفيديو ده أرجو منك نشره ليعم الخير إن شاء الله رب العالمين. ما تنساش على هاشتاج الثامنة مساء وقصة القرآن، ستجد فيديوهات أخرى إن شاء الله رب العالمين على هذا الهاشتاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.